خليني أعمل ريكورد وهاي شيرينج للسكرين شباب صبايا. أتوقع الجميع شايفين الشاشة؟ شايفين الشاشة؟ شايفين الباوربوينت؟ دكتور شايفين. دكتور شايفين. أوكي ممتاز. شباب الصبايا، بالنسبة لموضوع موضوعنا هو PHP. إحنا عادة بالكلاينت سيرفر سايد اركيتكتشر، احنا شفنا في مادة 311 تعلمنا التو لايرز، تعلمنا الفرونت اند والباك اند، تمام؟ وشفنا مع بعض كيف انا ممكن اصمم الفرونت اند من خلال لغة التصميم وليست لغة البرمجة. اذا بتتذكروا شو كان اسمها، شو كان اسمها؟ HTML Hypertext Markup Language. وكلنا مع بعض شفنا مفروض كيف أنا ممكن أصمم الفرونت إند من خلال برمجيات مختلفة خاصة بكتابة تاجات الـ HTML، وشفنا مع بعض ما هي محتويات الصفحة، كيف أنا ممكن أنسق محتويات الصفحات اللي هي صفحة الويب بشكل عام، اللي ممكن تحتوي على نص، صورة، فيديو، Hypertext، ممكن تحتوي على مثلا باراجراف، ممكن تحتوي على سكشن، ممكن تحتوي على ديفيجن، ديف وغيره من الاليمنتس المختلفة، والغرض منها الأشياء عرض المحتويات وتنسيقها على صفحات الويب. الآن رح ننتقل بهذا المساق إلى الباك إند، وليس التركيز فقط على الفرونت إند. رح نحكي عن كيف نربط الفرونت إند مع الباك إند، لأنه بصراحة احنا في عندنا مصطلحين شائعات، مصطلح ويب ابلكيشن وويب سايت. حدا بيقدر يقول لي شو الفرق ما بين ويب سايت وويب ابلكيشن؟ سؤال شباب صبايا. ويب سايت ويب ابلكيشن، الويب سايت هو موقع الهدف منه عرض مجموعة من المعلومات دون ما يكون اي انتراكتيف او انتراكشن مع الويب سايت. يعني مثلا لو رحنا على موقع جامعة اليرموك، عبارة عن موقع إخباري. يعني لو أنا فتت الآن على موقع جامعة اليرموك راح نشوفه مع بعض، عبارة عن موقع إخباري. أوكي، موقع إخباري. أي هون رحت على أنا، أي هنا w مثلا w.yu.edu.jo. الآن أنا صفحت موقع جامعة اليرموك. موقع جامعة اليرموك عبارة عن موقع فقط يعرض لي مجموعة من الأخبار. لو شفنا أي مثلا الأخبار اللي موجودة أوكي عن في جامعة اليرموك، وتنقل ما بينها وأشوف شو في معلومات، شو في أخبار عن الجامعة، يعطيني ينقلني من مجموعة من صفحة إلى صفحة. يعني الآن أنا بدي أروح مثلا على صفحة معينة، أنا ممكن أتنقل ما بين هذه أجزاء الصفحة المختلفة، فهذا بنسميه ويب سايت. لكن لو رحت على النظام التسجيل اللي خاص فيكم، أوكي رحت على نظام التسجيل، أنا هون على نظام التسجيل بقدر أسجل مساق، بقدر أحذف مساق، بقدر أعمل مثلاً على سبيل المثال أضيف بياناتي، بقدر أضيف إيميلي، بقدر أعدل بعض البيانات. يعني صار بينك وبين السيستم أو الويب سايت صار بينك إنتراكشن، وهذا الانتراكشن اللي صار بينك وبين السيستم، رحت دخلت بيانات، حذفت، عملت إضافة، أوكي هذا بنسميه ويب أبليكيشن. فالويب ابلكيشن ما بكون فيه بس الفرونت اند. يعني الفرونت اند عادة شو بتشمل الفرونت اند؟ حدا بيقدر يقول لي الفرونت اند شو بتشمل؟ شو بتشمل؟ ال HTML tags، cascading style sheet، cascading style sheet، والجافا سكريبت. هذول الثلاثة كلياتهم بنسميهم فرونت اند، لأنه فقط هن اللي بيظهر للكلاينت، للعميل على الشاشة الرئيسية تبعته. لكن تعال الآن أنت أحكي لي، بس أنا آجي أعمل كليك على بوتون آد إضافة مساق، أوكي؟ بس آجي أعمل كليك على إضافة مساق، أنت البوتون هذا عبارة عن فرونت إند، بس عملت كليك عليه نفذ أكشن معين. هذا الأكشن أخذ البيانات اللي أنت دخلت، اسم المساق ورقم المساق والشعبة اللي أنت دخلتها، وأخذهن ونقلهن للداتابيز وخزنهن في الداتابيز. مين القام بهاي العملية؟ الباك إند.
والباك اند ممكن تكون مكتوبه بالجافا، ممكن تكون بالسي شارب، ممكن بالفي بي، ممكن في البي اتش بي. وهذه البي اتش بي most common language in web pages، في تصميم في ديزاين الويب بيجز او بيلدينج الويب ابلكيشن. ليش البي اتش بي بفضلوها على السي شارب والسي بلس بلس وغيرها؟ لانها لايت لانجويج، لغه بسيطه خفيفه سريعه بتعامل معها السيرفر بسرعه عاليه جدا، لذلك يفضل استخدام بي اتش بي. والان الطلب في سوق العمل والتركيز على البي اتش بي بكافه التولز والابلكيشنز اللي بيتم استخدامها، وهذا هو موضوعنا اللي راح نركز عليه. لكن هل بقدر اركز على الباك اند البي اتش بي بدون ما اتذكر او بدون ما يكون عندي باك جراوند على الفرونت اند؟ اكيد لا. طيب الان انا بدي اربط هذه البيانات كلها مع خلينا نقول مع التير الاخير اللي هو الاركيتكتشر اللي هو الداتا لاير. هاي كل الداتا اللي بنستخدمها، انت بس تفوت على الويب سايت تبعك، على الويب ابلكيشن، على نظام التسجيل تبعك، بشوف جدولك، هاي جدولك يسترجع لك المساقات اللي انت مخزنها، اللي خزنها، اللي فعليا انت سجلتها. طيب يعني كيف رجع لي اياها؟ اكيد مخزنه بشكل دائم permanently، يعني مو زي السي شارب او سي بلس رحت عرفت فاريبل خزنت في قيمه معينه بس سكرت البرنامج راحت القيمه، اكيد لا، لازم اخزن هذه البيانات permanently بصوره دائمه. شو بيلزمني حتى اخزنها؟ بخزنها اما على فايل او بخزنها في داتابيز. احنا راح نتعامل مع الداتابيز مع ستراكتشرد داتا سيستم اللي هو الداتابيز مانجمنت سيستم. شفتوا مع بعض انتم اخذتوا اوراكل، الداتابيز اللي اخذته بوستجريس وغيرها من الداتابيزز اللي المختلفه، مثلا الاكسس يس، واحده من الداتابيز اللي انتم بتعرفوها تولز. في عندنا الماي اس كيو ال طبقتوا عليها، في عندك الاس كيو ال مايكروسوفت اس كيو ال برضه شفتوها مع بعض اتوقع باللاب الداتابيز. اخذتوا ايضا انواع الداتابيز ممكن تصمم فيها باوراكل او من خلال الماي اس ماي اس كيو ال او غيره من التولز المختلفه. طيب انا الان كم تير صار عندي؟ تير كم لاير صار عندي؟ كم واحد انا عديت الان؟ حدا بيقدر يقول لي؟ كم تير؟ كم لاير؟ ثلاث، تمام؟ الفرونت اند اللي هي صفحه ال HTML، الباك اند اللي بعمل فيها بروسيسنج اللي هي ال HTML بي اتش بي عفوا، اوكي؟ والثلاثه المكان اللي بخزن فيه الداتا اللي هو الداتا لاير، فصار عندي 3 اركيتكتشرز، 3 لايرز، اوكي؟ بتعامل معها اساسا. زمان كان في عندنا 2 تير اركيتكتشر. التو تير اركيتكتشر بتكون من الكلاينت والسيرفر مباشره، كلاينت يعرض البيانات قدام لليوزر الفرونت اند، والسيرفر اللي انا بدي اخزن فيه هاي الداتا. مباشره كان التعامل ما بين الكلاينت وبين السيرفر، كان مباشره الكلاينت توكينج مع السيرفر وبيرفورم سيرفيسز، اوكي؟ بخلينا نشوف مع بعض. الان انا اجيت على تير الكلاينت، تخيلوا الان كالتالي، أنا عندي الآن بحدود 1000 طالب، الألف طالب هذولا عم بيحاولوا يسجلوا مساق، أوكي؟ طالب طالب بدهم يسجلوا مساقات مع بعض، جبنا طلاب الآي تي 1000 طالب، قعدوا كل واحد على جهازه، قلنا التسجيل من الساعة مثلاً 10 للساعة 12، ساعتين، أوكي؟ يلا، كل واحد بده يسجل مساقاته، مباشرة في طلاب راح يبلش الآن، راح يدخل اليوزر نيم غلط، في طلاب راح يدخل رقم الشعبة غلط، في طلاب بس يدخل المساق راح يعطيه انه الشعبه مغلقه، في طلاب راح يدخل مثلا مساق غلط ويرجع يحذفه، في طلاب راح يجي يدخل مثلا حد دخل مجموعه مساقات ورد حذف فنه، في طلاب صار اعطاه مسج انه تعارض بالوقت. تخيل الان انا عندي شخص واحد قاعد قدامه 1000 طالب وكل واحد بيعطيه ورقه شكل، انا بدي اسجل هاي، انا بدي احذف هاي، انا بدي اعمل كذا، هل بتتوقع انه هذا الزلمه أو الشخص أو السيرفر يدخل البيانات بصورة صحيحة؟ هل بتتوقع أنه يلحق عليهم؟ هل بتتوقع أنه ما يصير ضغط على السيرفر ويصير داون هذا السيرفر يوقف؟ أوكي؟ في حادثة قبل 4 سنين بالعلوم والتكنولوجيا سمحوا للطلاب أنهم يدخلوا يسجلوا مباشرة كلياتهم، مباشرة السيرفرز صار داون، بطل يستقبل، صار في خربطة بالبيانات، وديت أكثر من مسج
اوكي بنفس الوقت هذا طالب بده يسجل هذا المساق وهذا طالب بده يسجل نفس المساق راح سجل للطالب الطالب مثلا مساق اخر او هذول الطلاب مثلا بعث انا بدي اسجل شعب اثنين صار في كوليجينج بالداتا لا هذا سجل ولا هذا سجل تخيل كم هذا عدد المسجات الهائله اللي بدها ترجع انه طالب سجل مساق وهذا سجل وهذا سجل كلهم سجلوا نفس المساق اوكي صار سيرفر داون بطل يعرف بطل يسجل بيانات بطل يستقبل من المرسلين اللي موجودين ليش لانه ما في عندنا خلينا نحكي عمليه تنظيميه للبروسيس انا ليش اوصل اي واحد بيدخل رقم الشعبه غلط ليش اوصله للسيرفر قولي ليش ما يكون في عندي شيء يعمل بروسيسنج يعمل فلتره يقول لي يا عمي تدخل الباسورد غلط اطلع من اولها انت في مسجل مساق على الوقت تبعه بيعترض مع وقت مسجل مع مساق اخر مسجله عندك في كونفليكت بالوقت اطلع الشعبه هاي المساق هذا ما بتقدر تسجله لانك مش ماخذ المتطلب السابق اطلع قبل ما اوصله للداتابيز لاير ليش ما بصير عندي بروسيسنج لهذا الامر حتى اخفف الضغط على السيرفر اوكي فبالحاله هاي انا ممكن استخدم بدل التو تير استخدم الثري تيرز ممكن يجي واحد يقول طيب انا ممكن اعمل هاي الامور اخفف الضغط على السيرفر وانا استخدم ما يسمى الفات كلاينت يعني جزء من العمليات بدل ما كلها تتم على السيرفر لا خلي جزء من البروسيسنج يصير على الكلاينت نفسه طيب لو بدي اعمل هاي العمليه تعرف شو يعني انا بدي اعمل انزل الابلكيشن على كل جهاز على حده كل جهاز على حده تعال بدي انزل الابلكيشن انا عندي 1000 جهاز تخيلوا تن اصير فات كلاينت حتى الكلاينت انزل عليه الابلكيشن وكل واحد منهم يستخدم هذا ويصير جزء من البروسيسنج اوكي تخيل ايضا مقدار قديش عدد الاجهزه اللي بدي انزل فيها الابلكيشن في مشكله ثانيه اهم تخيل لو كل ابلكيشن لو كل كمبيوتر بده يعمل خلينا نقول بروسيسنج على حده تمام وبالاخر بدي اجمع هاي الداتا وكلياتها وادخلها على الداتابيز هل بتتوقع انه يكون تفريغ هاي البيانات صحيح ودقيق 100%؟ اكيد لا لانه كل واحد قاعد على جهاز مثلا سجل مساقات وطلع سجل بجدوله بدون ما يتاكد انه هاي الشعبه فل ولا غير فل على سبيل المثال بالاضافه الى جزء من البروسيسنج اللي تمت ممكن تمت بغير شكل غير صحيح انه سمح لك تسجل مثلا شعب مختلفه عفوا شعب مختلفه لنفس المساق عادي ما عند سجل لك شعب تاع مادتين بنفس الوقت عادي لانه صار اختلفت المشين اختلفت البروسيس ما خزن على داتابيز معينه ما كان في مرجع واحد في عمليه البروسيسنج بالتالي صار في كونفليكت في الداتا فممكن هذا بسموه انه يكون جزء من البروسيس اللي بقوم فيها الكلاينت بدلا من السيرفر بسموها فات كلاينت ابلكيشن طبعا اذا كان كل بروسيس بتتم على السيرفر هذا بسموها ثين كلاينت لانه كلاينت هنا بس مهمته انه يظهر لك الفرونت اند على السيرفر لذلك انت بس يكون عندنا تو تاير خلينا نقول اركيتكتشر بس كلاينت وسيرفر الكلاينت اللي بيرسل والسيرفر اللي بيستقبل وبيعمل بروسنج وبيخزن كل الداتا اللي موجوده عليه راح يكون عندنا اولا ضغط على السيرفر السيرفر راح يصير داون راح يصير في كوليجن للداتا اللي بتدخل على هذا السيرفر وهذا بيؤدي انه صار كراشنج للداتا وبالتالي راح تقل الاكيوريسي لنسبه تسجيل الداتا اللي بتتخزن على السيرفر لذلك يفضل السيرفر عاده انه يكون عنده او الديفلوبر يكون عنده اكثر من تير لهذه الداتا يعني يكون عندنا الكلاينتس منفصل للبروسيسنج منفصل الداتابيز منفصل تماما وهذا ما يطلق عليه باسم الان تير او ثري تير اركيتكتشر اوكي الثري تيرز اركيتكتشرز او الان تير اركيتكتشر هذا الكلاينت اللي موجود عندك بيودي خلينا نقول لابلكيشن لوجيك تير الابلكيشن لوجيك تير اللي موجود عندك بيعمل بروسنج هو المسؤول انه والله يقول لك في كونفليكت عندك بتسجيل المساقات عندك مساقين بنفس الوقت عندك هذا المساق بده متطلب سابق بحكي لك انه هذا رقم الشعبه غير صحيح بحكي لك انه الشعبه مغلقه واذا كانت كل البيانات صحيحه وين بخزنها على الداتابيز وهذا هو التير الثالث الداتا تير اللي موجود عندنا تمام عاده يتم تقسيمها الى ثلاثه
tiers. الأول بيسموه presentation اللي هو الكلاينت صفحة الويب بيج اللي بتطلع قدامك أنت، هذا بيسموه خلينا نحكي data tier presentation tier، المسؤول عن عملية البروسيسينج ومعالجة الداتا والكونديشنز والفلترينج وكله بيسموه application logic tier. بعد هيك المكان اللي بتتخزن فيه أو السيرفر اللي بتخزن فيه الداتا بيسموه data tier. فهذولا الثلاثة tiers أو ما يطلق عليهم باسم الأنت tiers. شو مهمة القوي tier؟ زي ما حكيت لكم عبارة عن dumb station زي البراوزر www. مثلا حط دخلت على نظام التسجيل تبعك بظهر لك بس الشاشة الرئيسية، فيها التكست بوكس، فيها البوتونز، فيها الايميجز، اوكي، فيها التكست اللي انت بدك تقرأه، الباراجراف، وريفر، بس عبارة عن دم يعمل برزنتيشن قدامك لمحتويات صفحات الويب بس، تمام؟ اليوزر من خلالها بدخل البيانات تبعته، يعني من كليك. تفضل بتقول في أي سؤال؟ يعني انترفيس دكتور صح؟ فقط انترفيس. انترفيس. كلك يعني دكتور انتر. عبتون. تمام دكتور، بس كنت حكي إنها انترفيس بس. yes. تمام. الآن بس أدخل الداتا هون. دخلنا الداتا، دخلت رقم المساق، رقم الشعبة، البيانات، كملت كليك على البوتون آد إضافة، إضافة مساق. الآن هون بننتقل للابليكيشن لوجيك لاير، هون البروسيسنج بتتم، ببلش الفلترنج، بيعمل تشيك إلها. هذا بنسميها بيزنس لوجيك. شو بنسميها؟ بيزنس لوجيك، لأنه هو اللي مسؤول عن عملية الفلترنج، عمليات التشيك، بتأكد لك من البيانات اللي أنت دخلتها في مشكلة معينة، بيعملها بروسيسنج، بيقرأ الداتا، بعد ما يتأكد من الداتا وإنها فعلا حققت الشروط وعمل لها بروسيسنج بالطريقة، إذا بده يشفر البيانات أيضا، بنتقل للداتا تير المسؤول عن عملية تخزين الداتا، حفظها في بشكل بيرمننت، إما بفايل أو في الداتا بيز اللي موجودة عندك حتى يسهل عملية الرجوع لهاي الداتا، تعملها ريتريفينج، تسترجعها مرة ثانية، بدك تطبع الجدول تبعك، بدك تشوف جدولك، بدك تشوف المساقات، بدك تحذف مساق سجلته، وريفر، أوكي، أنت ممكن بسهل عملية تنك إلها زي ما شفتوا في مساق الداتا بيز. هذه الـ responsibilities. طبعاً شو الأدفانتج لهذا الموضوع يا شباب؟ الأدفانتج أولاً خففنا الضغط على السيرفر بشكل كبير جداً. اثنين، عملنا الانترفيس تبعت البرزنتيشن تير او الانترفيس لليوزر سهله خفيفه سريعه، بيفتح www. حط النظام مباشره بيفتح لك اياه البراوزر، ما بيطول وهو يحمل داتا كثيره حتى يفتح لك خلينا نقول صفحه البيج اللي موجوده عندك. عمليه اذا البيرفورمانس بكون اسرع، الاكيوريسي للداتا بتزيد، دقه البيانات اللي بتتخزن، عمليه الفلترنج ما بتتم على السيرفر وهذا بخفف الضغط على السيرفر اللي موجود عندك، تمام. الان بصير عندي شاشه موحده لكل اليوزرز يدخلوا من خلالها بدون اي خلينا نقول مشاكل. بالاضافه عمليه الوصول الى الداتا وتعديل هذه الداتا بكون بسهولة، بالأهم من هيك إنه ما بيصير كوليجينج على السيرفر، ما بيصير ضغط على الداتا سيرفر اللي يؤدي إلى الكراش للداتا بيز اللي موجودة عندك. دائماً البرزنتيشن لاير تير الأول الانترفيس زي ما حكت زميلتكو بتم تصميمه باللغات الفرونت إند، هذا بنسميه الفرونت إند HTML Cascading Style Sheet والجافا سكريبت، تمام، بتم تصميمه. باك إند خلينا نحكي بالبروسيس أو باللوجيك لاير بتم تصميمه من خلال لغات برمجة اللي تعودنا عليها، منها الـ PHP، منها الجافا، منها الـ Apple Servlet، عفوا هي بالجافا، ممكن عن طريق الـ ASP.NET وغيرها من البرامج. البايثون أيضا، في عندك ويب بايثون يتم استخدامها في الباك إند للبروسينج للداتا. الداتا بيز MySQL، مايكروسوفت SQL، أوراكل أكسس، مايكروسوفت أكسس، وغيرها من الداتابيز المختلفة اللي ممكن نستخدمها حتى نخزن فيها الداتا على الداتابيز سيرفرز. هذا اللي بيتم حاليا. طبعا الآن الفرونت اند يا جماعة مش بس الويب براوزرز اللي قدامك، لا، صارنا الابليكيشنز اللي بتفتحه على الموبايل، اوكي، على التابلت، هذا كله ياته فرونت اند يا جماعة. بالنهاية بنعم بروح على الداتا على السيرفر، والسيرفر بيعملها بروسنج وبيخزنها في الداتابيز.
شو الفرق بين الموبايل ابلكيشن على سبيل المثال والويب ابلكيشن؟ نفس الشيء، بس طرق الكونكشن بيختلف، الميثود تبعها بالفرونت اند فقط لا غير، اما طريقه ارسال البيانات وتخزينها موحده ما فيها اي مشاكل. اوكي، في حدا عنده اي سؤال لهون؟ سؤال استفسار؟ اوكي اشرف، مشان وقت المحاضره بعد معنا كم المحاضره؟ 4 دقائق. اوكي تقريبا دقيقتين بننهي ان شاء الله. اوكي الجزء الاخير اللي بدي احكي عليه اليوم من محاضره اليوم الميدل وير. لاحظوا هذا الابلكيشن، هذا الفرونت اند اللي موجود عندي، وهذا الداتا تاير. مش في عندنا تير بالنص؟ اوكي، هو المسؤول عن البروسينج، هو المسؤول عن عمليه الفلترين، هو المسؤول عن عمليات المعالجه اللي بتصير عن الداتا. هذا شو بنسميه يا جماعه؟ ميدل وير. ميدل وير هو اللي خفف الضغط على السيرفر. ميدل وير هو وسيط او جهاز وسطي، الهدف منه انه يقلل الضغط على السيرفر، ويطلق عليه مصطلح الميدل وير، وعاده زي جلو، وسيلة ربط فقط مش أكثر. عملية فلترينج، تعمل فلترينج بروسينج للداتا اللي موجودة عندك، لذلك هو المسؤول عن عملية بنسميها الانتر اوبريت. الانتر اوبريت بمعنى العمليات المتداخلة اللي بتيجي من الكلاينت وبتروح على الداتا تير، هو بأخذ هذه العمليات البروسينج إلها، بفلترها زي ما حكينا، أو بيجري عليها أي بروسس أخرى، وبعد هيك بروح بوصلها للداتا تير. في عندنا عدد كبير جدا من الميدل ويرز اللي بنستخدمها في عملية الكوميونيكيشن والبروسينج، واكيد انتم في الديستريبيوتد سيستم او غيرها من المساقات اذا ربطتوا مع داتابيس استخدمتوها. اوكي، مثلا اذا انا بدي استخدم للمايكروسوفت، بدي اربط مثلا مايكروسوفت اكسس، او بدي اربط مساق الاوراكل او المايكروسوفت اكسس، بستخدم مايكروسوفت الميدل وير اللي هو او دي بي سي بروتوكول او الاو ال اي دي بي بروتوكول. والاو ال دي دي بي بروتوكول بيستخدموه عاده للاكسس، والاو دي بي سي بيستخدموه اللي هو بسموه اوبن داتا بيس كونكتيفيتي، بيستخدموه مع الاوراكل وغيرها. الجافا، في عندك الجافا برضه، اذا كنت تستخدم الجافا فانت حتى تربط وتخزن البيانات على الداتا بيس، الميدل وير تبعك هو الجي دي بي سي. تمام، اذا انت بتستخدم مثلا سيكويل، هاي من شركه اي بي ام، بنستخدم لها سيكويل زي ما هنا اس كيو ال ستراكشر كويري لانجويج بروتوكول حتى اخزن البيانات وانقلها على الداتابيس. الاو دي سي بي سي يا جماعه هو اشهر واحد يتم استخدامه لنقل البيانات از ميدل وير من الفرونت اند واخزنها على الداتابيس. هو الميدل وير اللي بستخدمه حتى اخزن البيانات على الميدل وير على الداتابيس، مثل اوراكل، مثل مايكروسوفت والى اخره. هذا من مايكروسوفت او دي بي سي، تم تطويره من مايكروسوفت. اوكي، عاده خلينا نقول ب 1980 جوينتلي ما بين اي بي ام ومايكروسوفت، وهو طبعا انتر اوبريت ما بين فيريوس داتابيس برودكت. هو صح فعلا من اي بي ام برودكت، لكن بقدر استخدمه للاوراكل، بقدر استخدمه للماي سيكوال، بقدر استخدمه للمايكروسوفت اكسس، بقدر استخدمه لمايكروسوفت اس كيو ال. لذلك هو اكثر شيوعا لانه بيشتغل انتر اوبريت، بيشتغل على اكثر من خلينا نقول داتا بيز مانجمنت سيستم في تخزين الداتا. الاو دي بي سي سيئه فيه انه ابطا من الاو ال دي بي. الاو ال دي بي بيشتغل مع الاكسس، لكن شو الفرق ما بين الاو ال دي بي والاو دي بي سي؟ ليش الاو دي بي سي مع الرغم انه ابطا من الاو ال دي بي اكثر شيوعا؟ لان الاو دي بي سي اكثر دقه في تخزين البيانات ونقلها من الابلكيشن الى الداتابيز. اما الاو ال دي بي سريع، اسرع، اوكي، لكن مين الادق وبحافظ على البيانات وبنقل البيانات بدقه عاليه جدا بريلايبيليتي عاليه اللي هو الاو دي بي سي. تمام، الاو ال دي بي مثل الاو دي بي سي لكن يستخدم ليس لكل الابلكيشن زي المستخدم. اوكي، دكتور غلب بعد اذنك عندنا محاضره على 9 الان، احنا انهينا. تمام، زي ما حكينا هذا الفرق بينه انه هذا اسرع. ان شاء الله بنكمل خلال المحاضره الجاي، واي واحد عنده اي سؤال اي استفسار ابعث له، ولا تنسى حسام تبعث لي البيج. يعطيكم العافيه جميع، وان شاء الله هذه المحاضره راح ارفعها على الاي ليرنينج باذن الله. السلام عليكم.